حياكم الله من جديد في قضية رأي عام. أحدثت قصة الطفلة لمى الروقي بعد سقوطها في بئر مهجورة شمال المملكة تعاطفا إنسانيا غير مسبوق. تحركت على إثره الجهات المختصة لعلاج الحادثة وتداركها. وإيمانا منا بدور الأجهزة الإعلامية وشراكتها في عملية البناء وتلمس مواضع الخلل، نضع بين يديكم يا سادة ما رصده البرنامج في منطقة الحدود الشمالية التي كشفت لنا عن آلاف الآبار المكشوفة، بعضها يجاور منازل المواطنين فضلا عن مجاورته لمدارس الطلاب والطالبات، وكأن لسان حال كل بئر منها يقول: هل من ضحية جديدة؟ من محافظة رفحة يرصد لنا الزميل منصور المزهن حال الآبار المكشوفة في سياق التحقيق التالي. خطر محدق أصبح يتربص بالكبار والصغار في أطراف الصحاري وداخل القرى، خطر الآبار المكشوفة والذي خطف حياة عدد من الأبرياء الصغار خلال العامين الماضيين فقط. الحوادث الأخيرة قادت برنامج قضية رأي عام إلى عملية بحث وتقصي عن مدى خطورة الوضع وحقيقة انتشار الآبار المكشوفة. بالنسبة لقضية الآبار المكشوفة، تعتبر ظاهرة خطيرة في محافظة رفحة ومنطقة الحدود الشمالية، لوجود ما يقارب تقريبا 1800 بئر مكشوفة دون وجود لوحات إرشادية أو سياج حديدية أو أحفاد أو قواطع ترابية تنبه أهالي المنطقة والمسافرين والزائرين والسياح والمتنزهين القادمين إلى منطقة الحدود الشمالية، تنبههم بوجود منطقة خطيرة أو منطقة آبار خطيرة. 1800 بئر موجودة في ضواحي محافظة رفحة، هذا يعني لنا أن هناك خطر بالمنطقة، خطر يهددنا يعني بالمعنى الأصح، أو إذا صحت المعلومة نقول قنابل موقوتة موجودة بيننا. 1800 حسب الاحصائيه اللي سمعتها انا من مدير عام المنطقه، يعني عدد لا يستهان به، يعني عدد ما هو عدد كبير جدا هذا العدد، يعني يفترض من المسؤولين معالجه هذا الاخطار، ما ينتظرون حتى تحدث مشكله، حتى تحدث مصيبه، حتى تحدث لا قدر الله يعني حاجات كما سمعنا فيها في بعض المناطق الاخرى. يعني انا استغربت صراحه من العدد. النتيجة كانت صادمة ومفجعة، إذ تبين لنا وجود 1844 بئراً مكشوفة في محافظة رفحة وما يجاورها من قرى، حسب التقرير الصادر من مسؤولي الإدارة العامة للمياه بمنطقة الحدود الشمالية، أغلبها يدوية تاريخية تعرف بالقلبان. وحسب التقرير فإنه يجري تشكيل لجنة في المنطقة لتحديد المملوكة والتاريخية وتبعيتها، ليتم وضع الوسائل المناسبة لإغلاقها أو تسويرها. يعني ما هي معقولة 1800 بئر في هذه المنطقة مهملة بشكل يعني عشوائي. فريق البرنامج وحسب الأرقام المثيرة التي ظهرت قام بعملية الرصد الميداني من محافظة رفحة إلى بلدة لينا جنوبا مرورا بقرية زبالة. كاميرا البرنامج رصدت أثناء جولتها في بلدة لينا أكثر من 300 بئر مكشوفة بجوار منازل المواطنين والإدارات الحكومية، فضلاً عن بئر مكشوفة لا تبعد سوى أمتار قليلة عن مجمع مدارس بنات
في بلدية لينا دون وجود لوحات تحذيرية عليها أو ردمها، في منظر يؤكد إهمال الجهات المسؤولة عن الآبار، لا سيما وأنها بالقرب من مدرسة ابتدائية للبنات لا يتجاوز أعمار طالباتها 12 عاما. هذا البير ذا هذا تبعد عنه أكثر من يمكن 50 متر، هذه مدرسة بنات ابتدائية وثانوية ومتوسطة، هذا ما يجي 50 متر وهذا مكشوف. ما أدري عد من اللي صاحب الشان اللي هو يطلع عمره يشوف المنظر ذات المزري اللي يطلع عمره كله الأبار مكشوفة ولا فيها عناية لا من قريب ولا من بعيد. ما أدري من اللي يعني هو ولي اللي ولي هذا، أما الأبار هذول اللي يطلع عمره لا شرايم صراحة، لكن عد ما أدري عد هل هم اللي يعانون فيها أو يعاني فيها غيرهم من أي جهة من الجهات الحكومية. الأبار هذه عندك الحين أطفال هذول البنات مدارس البنات ابتدائي ومتوسط وثانوي، يعني ما فيها احنا ما تجي ولا 50 متر ما ذات، وكل الابار مكشوف ما في ولا بير يعني محصن او يعطي في عنايه ولا في شيء. يعني انا ودي انكم تشوفون له حل يعني. طيب اعيان القريه المسؤولين اعيان البلده والمسؤولين فيها ما في احد طالب؟ والله طالب بس يعني في المشكله يعني لو طالبت يعني المشكله لا هي واحد ولا اثنين يعني 300 فوق 300 بعضها، لو انك يعني ارسلت جهه مختصه قالوا هذه مملوكه لفلان وفلان. انا اخترت هذا المكان اخ منصور بالذات يعني عند هذا البير، هذا البير يعني بجانب اداره حكوميه بلديه محافظه لينا، وهذا البير مكشوف والبيوت هذه امامكم لم نشاهد لا أحد لا اهتمام من هذه الإدارة ولا اهتمام من إمارة هذه المنطقة. من الدفاع المدني يتحمل جزء من مسؤولية الآبار المكشوفة في محافظة رفح ومنطقة الحدود الشمالية، أيضا قسم المياه في محافظة رفح وفرع وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للسياحة والآثار والزراعة، هذه كلها جهات حكومية تتحمل جزء من مسؤولية الآبار المكشوفة. ولم تكن قرية زبالة التي تبعد عن بلدية لينا 50 كيلومتراً أفضل حال، إذ صورت آبارها التاريخية أو ما يعرف بآبار درب زبيدة التي امتلأت من مياه الأمطار التي هطلت على المنطقة مؤخراً بسياج حديدي بدائي دون إغلاقها بأغطية محكمة، مشكلة بذلك خطراً على أهالي القرية والمتنزهين بالقرب منها. أنا هنا أتساءل من يتحمل مسؤولية هؤلاء الأطفال لو وقعوا في هالبير هذا، يعني مغطى بإطار ومستعمل بعد. يا وزارة المياه، يا الجهات المسؤولة عن هذه الآبار، هؤلاء أطفال، أنتم مثل ما شاهدتوا الآن جالسين هون ويلعبون جنب هذا البير وعمقه أكثر من 50 متر، فالمشهد هنا عساه يكون رسالة للمسؤول ويجي يغطي هذه الآبار اللي في بلدة لينا ويفك الناس من شرها ومن خطورتها. طالب أهالي بلدة لينا وقرية زبالة الجهات المسؤولة بالمنطقة بمعالجة قضية الآبار المكشوفة هناك ووضع جدول زمني لحل هذه القضية، لا سيما بعد وقوع عدة حوادث في عدد من الآبار المكشوفة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، محملين في الوقت نفسه الجهات المسؤولة بالمنطقة مسؤولية أي حادث غرق لا سمح الله. أنا أطالب إمارة الديرة
وأطالب المختصين حقين الآثار والآبار على يشوفوا لهم حل بالموضوع هذا. كم عدد الآبار المكشوفة عندكم تقريبا؟ تقريبا فوق 300 تقريبا، يعني 300 وشوي، أغلبيتها مكشوفة. يعني فيها المشكلة أنك ما تقدر، يعني فيها مملوكة وفيها غير مملوكة، وحنا يعني بلشانين بالموضوع هذا. أحمل المسؤولية في حالة وجود غرق بالمنطقة المسؤولين عن هذه الآبار، سواء صاحب البير أو الجهة المعينة، يعني مثلا مديرية المياه أو الأمانة أو الدفاع المدني. أنا ودي أن يجي أمر يعني من أصحاب الشأن باختصاص الأمور هذه، أنه يعني يعطي أمر أنه إذا كان في أصحاب الملاك أنهم يحطون عندهم حد، أنه أقل شيء يسورون يحطون عليها شيء بالأمور هذه. لحل مشكلة الآبار المكشوفة في محافظة رفحة ومنطقة الحدود الشمالية، أعتقد أننا نحتاج إلى قرار وزاري يحدد لنا جهة إدارية سواء كانت حكومية أو أهلية مسؤولة عن حل مشكلة الآبار المكشوفة، بدلا من توزيع المسؤولية لعدة جهات حكومية. نحن رصدنا في البرنامج آبار داخل أحياء سكنية سواء في بلدة لينا أو في بلدة زبالة. هذه الآبار مسؤولية من؟ الآبار اللي إذا كانت آبار يدوية فهي مسؤولية ملاكها، إذا كانت تاريخية وليس معروف ملكها فهي مسؤوليتها الهيئة العامة هيئة السياحة والآثار، هي المسؤولة عنها بحكم أنها باعتبار أنها تعتبر تراث للمنطقة أو من الآثار التاريخية، وخصوصا إذا كانت آبار يدوية ومنحوتة قديما مثل ما هو موجود في لينا معروف إذا كانت آبار يدوية. أما الأنبوبية فهي مسؤولية وزارة المياه إذا كانت حفرت بترخيص من وزارة المياه، وإذا كانت بدون ترخيص أو بتعدي فهي مسؤولية لجان التعديات وهناك لجان مخصصة لتحديد من قام بحفر هذه البير، سواء إذا كانت مجهولة فتردم البير حسب موافقة وزارة المياه والكهرباء.